Bonjour mes chers élèves, donc rejoignons la partie 2 de le cours de l'encre et opération. On va voir la partie 1 de l'encre, qui est la partie de l'encre ou de l'encadrement. Donc, il y a un adad, qui dit un adad, x, محصور ما بين 2 و 4. شنو كنفهم انا؟ ان x اصغر قيمة تقدر تاخذها هي 2، ما تقدرش تكون 1، ما تقدرش تكون 0. واكبر قيمة تقدر تاخذها x هي 4. يعني من هذه الكتابة هذه شنو كنفهم؟ كنفهم بان x راها اكبر من 2. شوف الرمز راه كيشوف هنا اي، عاوتاني x مالها راه اصغر من 4. يعني x تقدر تكون كتساوي 2 وكبر من 2، و x راه صغر من 4 وتقدر تكون كتساوي 4. انت بالخشيبات غتفهم بان اكس القيمه ديالها لا فالور ديالها فاري اونتر 2 اي 4. يعني تقدر تكون 2 حيت عندنا او تساوي 2.1 5 9 3 3 4 3 5 3 9 4. حيت عندنا او تساوي، الا كان عندنا هنا قطعا غنقولوا بان اكس مع مره غتساوي 2 ولكن كبر من 2. يعني 2.1 5 2.9 3 3.6 3.9 ومع مره غتوصل 4. يعني ديما كنعطيك واحد العدد ولا واحد المتغير اكس ولا ايكغيك محصور ما بين واحد القيمتين معلومتين. فاش كنتي باقي صغير في الابتدائي كنتي كتسمي وحده قيمه مقربه لهذا العدد هذا بتفريط والاخرى بافراط. دونك هذه بافراط هذه بتفريط. هادشي ما عنده ما ينفعنا في هذا العام هذا. في هذا العام هذا كندير سكون ابل التأطير. كنعطيك عدد اكس وكنعطيك عدد ايكغيك، كنعطيك دو نومبر اكس اي ايكغيك. المعلومات اللي كنعطيك هو ان اكس كنعطي لك محصور ما بين واحد القيمه وواحد القيمه، واكغيك محصور ما بين واحد القيمه وواحد القيمه، بالتالي ما كنعطيكش القيمه ديالو بالضبط. اوكي، دونك اكغيك مثلا محصوره ما بين واحد وسبعه مثلا، كيعطيهم لك هادو في التمارين. كيجي اول حاجه خصني نعرف الاطقر المجموع لا صوم لا صوم في لونكادرومون. شنو كندير؟ يعني الا بغيت التأطير ديال اكس زائد ايكغيك شنو كندير؟ كنشد هادو اللي على اليسر، الطرفين اللي على اليسر، وحتى هما كنجمعهم. يعني غنشد 2 زائد 1، وهاد الطرفين اللي على اليمين غنجمعهم تما مع بعضياتهم، 4 زائد 7. مزيان. دابا مابغيتش ندير الرموز باش نشوف واش الترتيب غيتغير ولا ما غيتغيرش، هو راه ما غاديش يتغير حسب الخاصيه، ولكن حنا غنبينوها. دونك شحال هادي؟ 3. شحال هادي؟ 11. دونك اكس زائد ايكغيك غتكون محصوره ما بين 3 و 11. ديما القيمه اللي كتكون على اليسر كتكون صغر من القيمه اللي كتكون على اليمين، كتكون هذه صغيره هذه الكبيره. دونك خرجت لي 3 11، يعني الرمز لن يتغير. شنو خصك تعقل هو انه ملي نعطيك اكس محصور ما بين واحد العددين، ايكغيك محصور ما بين واحد العددين، كنقول لك اطر لي اكس زائد ايكغيك، كتشد الطرفين اللي على اليسار وتجمعهم، والطرفين اللي على اليمين وتجمعهم، والرموز الله يرضي عليكم ما تقيسهمش، خلي الرمز هو هو. باش نشوفوا ابليكاسيون ديال هاد الخاصيه هذه، غادي نشوفوا لابليكاسيون رقم 1 عطاونا x كومبخي اونتخ 2 اي 4، وعطاونا y كومبخي اونتخ 1 اي 5. مزيان. شكون هي القيمة الدنوية هنا ديال x؟ هي 2. القيمة الدنوية ديال y هي 1. القيمة القصوية ديال x هي 4، والقيمة القصوية ديال y هي 5. مزيان. دابا السؤال هو نأطر x زائد y، يعني هذه غنجمعها مع هاد. دونك اكس ايكغيك غتكون محصوره ما بين شنو وشنو؟ اش كندير؟ كتقول لي القاعده الا كان عندي اكس محصور ما بين ا و بي، ايكغيك محصور ما بين سي و دي، اكس زائد ايكغيك كتكون محصوره ما بين ا زائد سي، كنجمع هادو اللي على اليسار، وما بين بي زائد دي كنجمع هادو اللي على اليمين. نفس المساله غادي ندير هنايا. دونك غادي نجمع اللي على اليسار مع اللي على اليسار، 2 زائد 1 و 4 زائد 5. مزيان. دونك اكس زائد ايكغيك غتكون محصوره ما بين 9 وما بين 3. قلنا ديما ملي كيكون الرموز بحال هكا القيمه هذه كتكون صغيره وهذه كبيره، لا لقيتي العكس عرف راسك راك غلط في الحساب او لا شي حاجه بحال هكا. مزيان. دابا غادي نشوفوا الخاصيه الثانيه فاش كيكون عندنا الموان، يعني فاش كيكون عندنا هنايا لا ديفيرونس، كيكون عندنا الفرق. مزيان. نحافظوا على نفس المثال اللي عندنا تما، اللي هو نورمالمون اكس محصوره ما بين 2 و 4، و ايكغيك اللي محصوره ما بين 1 و 5. مزيان. دابا قال لي ناطرو، قال لي ناطرو نورمالمون اونكادرون. شنو غناطرو؟ اكس ناقص ايكغيك. دابا
دونك لي نؤطر. كيفاش كنتعامل مع التأطير ديال ا ناقص بي ولا ديال اكس ناقص ايكغيك؟ شنو كندير؟ اول مرحله جون كادغ موان ايكغيك. علاش كنحاول نرد هاد اكس ناقص ايكغيك بحالها بحال اكس زائد ايكغيك؟ يعني كنحاول نحول العمليه ديال الطرح الى عمليه الجمع. انت قريتي في الابتدائي بان اكس ناقص، ماشي في الابتدائي ولكن في السابعه، ان اكس ناقص ايكغيك فاش كنديروا الطرح ولا فرق عددين نسبيين، يعني لا ديفيرونس دو دو نومبر غولاتيف، كنحتفظوا بالاول وكنحولوا الطرح الى جمع وكنديروا المقابل ديال ايكغيك اللي هو ناقص ايكغيك. دونك انا هكا غادي نخدم، غنمشي بلاصه ما نأطر الطرح، ما كايناش خاصيه ديالو، غادي نمشي نأطر الجمع. غير هي اكس ناقص ايكغيك خصني نكون عارفه بان هي اكس زائد ناقص ايكغيك. الى قلت لك ا موان بي غتقول لي هي ا بلس موان بي. دونك انا دابا هنا مزيان عندي التقطير ديال اكس، ها هو محصور ما بين جوج وربعه، وخصني التقطير ديال ناقص ايكغيك. انا عندي ديال ايكغيك، دابا خصني نمشي ندير ديال ناقص ايكغيك. مزيان، مازال ما شفناش حنايا كيفاش كنأطر المقابل. دونك الا كان عندي اكس محصوره ما بين واحد وثلاثه وقلت لك اطر لي ناقص اكس، قلت لك اطر لي ناقص اكس، شنو كدير؟ يعني هذا كيتسمى لوبوزي ديال هذا. شنو كدير؟ كتشد هذه كتردها ناقص واحد، وهذه كتردها ناقص ثلاثة. مزيان، باش يشبهوا اكس ولا ناقص اكس، هذه تولي ناقص واحد، هذه تولي ناقص ثلاثة. غير هو البلايص ديالهم غيتبدلوا، دونك ناقص ثلاثة، ثلاثة منها تولي ناقص ثلاثة غتردها هنا ملي منها تولي في اليسار، واحد منها تولي ناقص واحد غتردها على اليم. مفهوم؟ نعطيك عاوتاني مثال آخر، إيكغيك محصورة ما بين جوج وربعة، جوج وربعة. دونك ناقص ايكغيك غتكون محصوره ما بين هتشد هذه ترد ناقص 4 ولا ناقص 2، غير غتغير لهم الامكنه، دونك تولي عندنا ناقص 4 وتولي عندنا ناقص 2. هذا هو التسطير ديال لوبوزي، حيتاش غنحتاجو في العمليه ديال الطرح. دونك هنا اولا شنو غادي نديرو؟ غادي ناطرو ناقص ايكغيك، غادي ناطرو ناقص ايكغيك. دونك غادي نجي غنقول اون غنمشي نشوف التقطير ديال ايكغيك اللي عطاوه لينا اللي هو واحد خمسة، وغنمشي نأطر دابا ناقص ايكغيك. قلنا ديما فاش كنبغي نأطر المقابل ديال واحد على ايه كندير العكس ديالو، خمسة غتولي ناقص خمسة وغتولي في هاد الطرف هذا، واحد غتولي ناقص واحد وغتولي في هاد الطرف هذا. مزيان، دابا شنو عندنا؟ عندنا دونك اون اكس، اكس دابا كنعرفو التقطير ديالو، دونك اكس محصوره ما بين وبين، وناقص ايكغيك محصوره تاهي ما بين وبين. اكس حسب التمرين ما بين جوج وربعه، وناقص ايكغيك راه ما بين ناقص خمسه وناقص واحد. فهمت؟ دابا نقدر ناطر اكس زائد ناقص ايكغيك، حيت القاعده ديال الجمع كنجمع هاد المتغيرين والعددين اللي على اليسار نجمعهم واللي على اليمين نجمعهم. دونك انا نقولو الوغ x plus موان y غتكون محصوره ما بين، شنو غادي ندير؟ غناخد هاد جوج وغنجمعها مع ناقص خمسه اللي تحت منها، وهادو غنجمعهم، يعني هادو غنجمعهم. مزيان، اربعه زائد ناقص واحد، تصبح العمليه عارفين حنا بان x زائد ناقص y راه هي x ناقص y. مزيان، وكندير جوج زائد ناقص خمسة اللي هي ناقص ثلاثة، ناخدو الإشارة ديال الكبير ونديرو الطرح، دونك ناقص ونديرو خمسة ناقص جوج هي ناقص ثلاثة، ربعة زائد ناقص واحد الإشارة ديال الكبير موجبة، ربعة ناقص واحد هي ثلاثة. دونك إكس ناقص إيكغيك محصورة ما بين ناقص ثلاثة وثلاثة، ديما هذا خصو يكون هو الصغير وهذا هو الكبير. دونك هنا كخلاصة هو أنه فاش يكون عندي التأطير ديال إكس ناقص إيكغيك كنمشي كنقول لهم بان اكس ناقص ايكغيك راه هي اكس زائد ناقص ايكغيك، يعني كنحول عمليه الطرح الى عمليه جمع. اكس انا عارف التقطير ديالها، كنمشي ناطر ناقص ايكغيك. فاش كنبغي ناطر ناقص ايكغيك كنقلب الطرفين وكندير لهم ناقص، وعاد من بعد كنجمع اكس مع ناقص ايكغيك، كنجمع الطرف اللي على اليسار مع اليسار واللي على اليمين مع اللي على اليمين، وهكا كتكون القاعده. يعني هنا الطريقه هنايا ديال اكس ناقص ايكغيك التقطير ديالها كيكون طريقه كتكون مركبه، يعني ماشي ديريكت. الجمع الجمع ما كاينش مشكل، كيعطيك عدد محصور ما بين حاجه وحاجه، وعدد وعطيك ثاني واحد المجهول ما بين واحد القيمه وواحد القيمه، كتجمع الطرفين مع بعضياتهم.
دونك دابا نشوفو 3 الا كانوا عندنا ا و بي و سي و دي دي نومبر بوزيتيف يعني الا كانوا الاعداد اللي عندي في جناب القيم ديالهم موجبه يعني بالضروره يكون موجبه الا بغينا هنا نديرو ناطرو هذا لو برودوي الجداء دونك فاش كندير اكس في واي كنشد الطرفين اللي هنا كنضربهم في بعضياتهم يعني كنضرب ا في سي وكنضرب بي في دي مزيان ناخذ المثال اللي عندنا ديجا هنايا الا بغيت دابا ناطر اكس واي انا عارف بان اكس واي راه هي اكس مضروبه في واي عاد عندي التقطير ديال اكس وعندي التقطير ديال واي مزيان شنو غادي ندير غادي نجي نقول اون حيت القضيه عندنا واجده هنايا اكس راه محصوره ما بين 2 و 4 اي شنو عندي واي راه محصوره ما بين 1 و 5 اذا بغيت ناطر اكس في واي ما كاينش مشكل علاش حيت هذا محصور ما بين عددين موجبين وهذا ما بين عددين موجبين يعني القاعده مزيان شنو غادي ندير هنايا غادي نضرب اكس في واي لا ضربت اكس في واي غادي نضرب 2 في 1 ونضرب 4 في 5 دونك محصوره ما بين 2 في 1 و 4 مضروبه في 5 تصبح العمليه اكس واي تساوي 2 في 1 2 و 4 في 5 هي 20 الوغ هاني اثر دابا اكس واي محصوره ما بين 2 و 20 وهكا غادي نكون خدمت الحاله الثالثه دابا غادي نشوفوا واحد الحاله خاصة واحد الحالة خاصة غادي نشوفوها في لابليكاسيون رقم 2 تبع معايا مزيان الله يرضي عليك وهاد لا بروبريتي كتخص لا ملتيبليكاسيون يعني حنا ديما باقيين دابا في الضرب دونك في الحالة رقم 2 عطاونا اكس محصور ما بين 1 و 3 اي واي محصورة ما بين ناقص 4 وناقص 2 باش تأثر ليا اكس مضروبه في واي باش تأثر ليا اكس في واي خص تكون هاد القيم اللي محصوره ديال اكس والقيم ديال واي اللي محصوره بيناتها واي خصهم يكونوا اعداد موجبه كنلاحظ بان هادو ديال اكس موجبين وهادو سالبين دونك خصني نرد هادو موجبين باش نرد هادو موجبين غنضرب كلشي في ناقص 1 هادي باش تولي ليا 4 خصني نضربها في ناقص 1 هادي فاش تولي ليا 2 خصني نضربها في ناقص 1 دونك حنا غنضربو في ناقص 1 يعني هنا اولا غادي نمشي ناطر ناقص واي غنمشي ناطر ناقص واي دونك حنا عارفين بان واي محصوره ما بين ناقص 4 وناقص 2 اون الوغ خصني نرد هادو دونك غنضرب هنايا نضرب هنايا واي ونضربها في ناقص 1 وهنا هنا غنضربو في ناقص 1 دونك هنا غنضربو في ناقص 1 هنا غنضربو في ناقص 1 فاش كنضربو في ناقص 1 الترتيب ياتا غير حيت قلنا في الضرب فاش كنضربو في عدد سالب الترتيب ياتا غير دونك ناقص 2 غتولي هي اللي هنايا ناقص 4 هي اللي غتولي هنايا دونك شنو غيولي دابا عندي شنو غيولي عندي ناقص واي محصورة ما بين ناقص 2 في ناقص 1 راه هي 2 سالب سالب موجب ناقص 4 في ناقص 1 هي 4 سالب سالب هو موجب مزيان دابا هي عندي اكس محصورة ما بين 1 و 3 وناقص واي محصورة ما بين 2 و 4 عندي ا و بي و سي و دي دي نومبر بوزيتيف دونك الا ضربت اكس في ناقص واي غنضرب 1 في 2 وغادي نضرب 3 في 4 دونك الا ضربت اكس في ناقص إيكراك غنضرب 1 في 2 وغادي نضرب 3 في 4 تصبح العملية إكس في ناقص إيكراك هي ناقص إكس إيكراك غتكون محصورة ما بين 2 وما بين 12 واش قالوا لي نأطر إكس إيكراك ولا ناقص إكس إيكراك قالوا لي أطر إكس إيكراك باش نتخلص من هذا الناقص غنضرب هنا في ناقص 1 الا ضربت هنا في ناقص 1 في السالب حتى انا غنضرب في ناقص 1 حتى انا غنضرب في ناقص 1 مزيان دونك هنايا ناقص اكس واي دونك كلشي قلنا غنضربو في ناقص 1 فوالا دونك هنا عندنا 2 وهنا عندنا 12 غير هو الا ضربتي هنا في ناقص 1 وضربتي هنا في ناقص 1 ديما ملي كنضربو في عدد سالب الترتيب خصو يتغير يعني فين كانت عندنا 2
هنا كانت عندنا هنا غتولي هنايا و 12 كانت هنا غتولي هنايا يعني كنقلبوا الترتيب علاش حيت ضربنا جميع العناصر في ناقص واحد يعني ضربناهم في عدد سالب علاش ضربت في ناقص واحد باش تولي لي هنا اكس واي اللي بغيت وهنايا جوج في ناقص واحد راه هي ناقص جوج وهنايا 12 في ناقص واحد راه هي ناقص 12 باش نشوف هاد البيعه واش راه ولا هادشي كامل اللي درتو واش صحيح ولا لا كنشوف ديما هاد العدد هذا خصو يكون صغر من هاد العدد هذا كون خرجت انا ناقص جوج وانا ناقص 12 خطا لان ناقص جوج هي الكبيره وناقص 12 هي الصغيره الصغير كيكون هنا والكبيره لا شوف الرمز راه كيشوف ناقص 2 وهكا غادي نكون اثرت ناقص ايكغ ها هي غادي نكون اثرت اكس ايكغ هنا اللي بغيتكم تخرجوا به هو انه في الضرب فاش يعطينا اكس محصور ما بين عددين موجبين وايكغ محصور في عددين موجبين يقول لي اثر اكس في ايكغ نضرب ا في سي وبي في دي ما كاينش مشكل الا عطاني واحد ما بين عددين موجبين وايكغ ما بين عددين سالبين كنمشي كنأثر ناقص ديال هذه باش هادو يوليو لي موجبين مزيان من بعد كنضرب هذا في هذا كنضرب الطرفين في بعضياتهم ومن بعد كنحاول نحيد داك ناقص باش نحيد داك ناقص كنضرب العناصر كلهم في ناقص واحد وديما فاش كتضرب في عدد سالب راه خصك تغير ترتيب الله يرضي عليك دونك دابا غادي نشوفوا الخاصيه الاخيره ديال لانفيرس ديال المقلوب وديال ديفيزيون اولا ديال الكوسيون ديال الخارج يعني فاش كيكون عندنا قسمه اولا كيكون عندنا خارج دونك الى عطيتك اكس محصوره ما بين جوج و 4 وقلت لك اثر ليا واحد على اكس يعني المقلوب ديالها شنو كدير شنو هو المقلوب ديال جوج هو واحد على جوج شنو هو المقلوب ديال 4 هو واحد على 4 ولكن الترتيب يتغير الترتيب كتغير دونك كتولينا واحد على 4 هنا واحد على جوج هنايا فهم الا قلت لك مثلا ايكغ محصوره ما بين 4 وما بين 10 واحد على ايكغ يعني الا بغيتي تاثر المقلوب شنو غادي دير ترد هذا المقلوب ديالو هنا واحد على 10 هنا و4 المقلوب ديالها واحد على 4 هنا يعني المقلوب حتى هو كيغير لنا الترتيب مزيان دابا غادي نشوفوا الحاله الثالثه اولا التطبيق الثالث عطاونا اكس محصوره ما بين 5 و10 وعطاونا ايكغ محصوره ما بين 2 و4 السؤال هو نأطرو اولا واحد على اكس دونك انكادرون 1 سور x يعني المقلوب ديال x ما غنخدمش بهذه غنخدم بهذه حيت واحد على x عنده علاقه ب x هو المقلوب ديال x دونك غنجي نقول اون شنو عندنا في المعطيات عندنا x محصوره ما بين 5 و 10 دونك المقلوب ديال x راه هو واحد على x المقلوب ديال 10 واحد على 10 ولكن غيولي هنا المقلوب ديال 5 هو واحد على 5 غيولي هنايا الترتيب يتغير يعني الطرفين فاش كندير لهم المقلوب ديالهم حسب القاعده هذا كيولي هنا وهذا كيولي هنا بحال المقابل بحال المقلوب فاش كندير المقابل يعني فاش كنأطر عندي اكس كنأطر ناقص اكس راه كنقلب الترتيب فاش كيكون عندي اكس وكنبغي نأطر واحد على اكس كنقلب الترتيب ايضا دابا غادي نأطرو اكس على ايكغ دونك انكادرون اكس على ايكغ يعني الخارج فاش كيكون عندنا لو كوسيون فاش كيكون عندنا ناقص يعني الفرق كنردوه مجموع فاش كيكون عندنا خارج كنردوه ضرب يعني ديما كاين واحد العلاقه وطيده ما بين الجمع والطرح وما بين الضرب والقسمه دونك القسمه غنحولوها على شكل ضرب فاش كنبغي نأطر اكس على ايكغ عندي اكس محصوره ايكغ محصوره وبغيت ندير اكس على ايكغ محصوره ما بين شنو وشنو ما كنجيش نخدمها مباشره ولكن كنمشي نفكك كنقول اكس على ايكغ كتساوي اكس كنخرج اكس مضروبه في واحد على ايكغ حيت اكس في واحد هي اكس اكس لا يعني هذه راه هي هذه كنجي اولا وكنحول هذه لضرب دونك اون اكس على ايكغ كتساوي اكس مضروبه في واحد على ايكغ مزيان يعني دابا انت التقطير ديال اكس والتقطير ديال واحد على ايكغ وغادي دير التقطير ديال الضرب مزيان انا عندي اكس محصوره ما بين 5 و 10 و ايكغ عندي محصوره ما بين 2 و 4 دابا شنو اللي خصني ناثر واحد على ايكغ يعني اول حاجه نفكر فيها هي واحد على ايكغ غنمشي ناثرها دونك عندنا حنايا ايكغ محصوره ما بين 2 و 4 المقلوب ديال ايكغ غادي نقلب الترتيب ما
ما تكونش واحد على جوج هنا تولي واحد على جوج هنا واحد على أربعة هنا. دابا نقدر نأطر عندي إكس عندي واحد على إيكغاك وعندي تطار ديال إكس. دونك غادي نضرب إكس واحد على إيكغاك. إلا ضربت إكس واحد على إيكغاك غنضرب خمسة في واحد على أربعة وعشرة في واحد على جوج. فوالا دونك إكس مضروبة في واحد على إيكغاك غتكون محصورة. ألوغ ناخذ لي على اليسار هنا اللي عندي هنايا هو 5 مضروبه في 1 على 4 وغنضربوا 10 في 1 على 2 10 في 1 على 2 بالتالي اكس 1 على y هي اكس على y غتكون محصوره ما بين 10 في 1 هي 10 على 2 و5 في 1 على 4 اللي هي 5 على 4 عارفين حنا بان 10 على 2 راه هي 5. وكا غادي نكون اثرت اكس على y. خلاصه القول فاش كنبغي ندير اونكادرومون ديال اكس على y كنمشي ناثر كيكون عندي التاثير ديال اكس كيكون عندي التاثير ديال وكنمشي ديال y كنمشي ندير التاثير اولا ديال 1 على y ديال المقلوب ديال 1 على y عاد من بعد كنضرب اكس 1 على y كنضرب الطرفين ديال اكس الطرفين ديال 1 على y وكا كنكون كناثر الخارج. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا مزيان لا من البارتي الثانيه لا من البارتي الاولى. تسناوني ان شاء الله قريبا غادي نلوح واحد السلسله ديال التمارين وغادي يكونوا تمارين لي ان بو ديفيسيل وفيهم بزاف ديال الحالات اللي غينفعوكم لا في الامتحان المحلي لا في الفروض. في انتظار هادشي كامل كنتمنىكم تبارطاجيو هاد الفيديو اللي مازال ما شاركش في القناه يشترك وما تنساش ان داك لايك كتهمني بزاف. وميرسي بوكو على التفاعل ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.